حياكم الله متابعين القنوات الرياضية السعودية، طابت أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم من خلال ليلة جديدة من ليالي الديوانية، سهرة ليلية نقدمها لكم لمناقشة كل الأخبار والأحداث الرياضية. لكم كل التحايا من زملائي في فريق العمل، رئيس تحرير الديوانية عبد العزيز الناجي ومخرجنا نايف الشليل وكل زملائي في الكنترول، كما أسعد أيضا بتواجد ضيوفي شركاء النجاح لبرنامج الديوانية في هذا المساء وكل مساء نسعد بهم في القنوات الرياضية السعودية. نرحب بالأستاذ مساعد العصيمي، الكابتن بندر الجعيثن، الكابتن عبد العزيز الدوسري، الكابتن عبد الله الكلثم، والأستاذ مشعل الوعيل، وأيضا معنا الأستاذ علي القطان. مساكم الله بالخير جميعا. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم اختتمت منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين بثلاث مباريات. التعاون حقق فوز مهم أمام الشباب بهدف وحيد، نتابع. بتحفيز كبير، بترقب كبير، الصافرة تأتي، وجواو 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 واو واو يا جواو يا جواو، يسجل ثالث أهدافه في شباك الشباب. فوز مهم جدا للتعاون، يقفز إلى النقطة 55 في المركز الرابع، حظا وافرا لكل الشبابيين. بالأمس كان هناك حديث مع ضيوفي عن هذه المباراة، وكنا نتكلم مع عبد العزيز، أنت كنت موجود معنا، أنها كانت أو بتكون صعبة على الشباب، وهذا ما صار. يعني هذا اللي حدث اليوم بالفعل، حتى أغلب الضيوف اللي معنا أمس توقعوا فوز التعاون. فعلا، مساء عليكم ومساء المشاهدين. حقيقة مباراة صعبة أكيد كانت على الطرفين، الشباب أو التعاون، ولكن حقيقة لازم أول شيء نرفع القبعة للتعاون حقيقة على تقديمه مستويات أكثر من رائعة. صحيح. يعني الحقيقة اللي تشوفه، يعني أعتقد التعاون جالس يحرج الفرق اللي خلفه تقديم المستويات أو نتائج. أنا أشوف أنه هو الأقرب إلى المركز الرابع. أعتقد بتكون في صعوبة كبيرة على الاتحاد أنه يصل إلى التعاون، خاصة إذا عرفنا أن الاتحاد باقي له مباراتين أمام ضمك والنصر. أيه. وأعتقد النصر بظهر بمستوى جيد أمام الهلال، فأعتقد المتاحة للاتحاد ثلاث نقاط فقط، فحيوصل إلى 54 نقطة وهو 51 الآن. نعم. فأعتقد أن التعاون نقدر نبارك له من الآن على المركز الرابع، ويمثلنا إن شاء الله أسويا في البطولة الأسوية 2. نعم. نتمنى له التوفيق. يلعب اليوم يعني أربعة جانب بدأ المباراة. أيه. وقدم مستوى صراحة جيد، كان الأفضل، وخذ يعني خذ المستوى وخذ النتيجة. الشباب اليوم لم يكن بالصورة المطلوبة، ويعني كان صراحة خجول في عدد الفرص اللي حصلت له. أهني الشباب أيضا في مدربهم صراحة فيكتور بيريرا اللي أيه. قدم صراحة فريق يعني كان يصارع على الهبوط والآن ينافس على المركز السادس. نهض بالشباب. نعم صحيح. أيه. وأتوقع أنه راح يكون يعني نصيحة للشبابيين، هم أعتقد أنهم أخبر بهذا الشيء، أن هذا المدرب لازم يبقى معهم لأنه غير الفريق صراحة بشكل كبير، ولكن يحتاج إلى عناصر تضيف إلى الفريق. أعتقد غياب سايس المدافع المغربي عن الشباب أيضا أثر اليوم. نتمنى لهم التوفيق، مباراة كانت صراحة جميلة وإن كانت خجولة بعدد الفرص. نعم. لنادي الشباب. بس كان فيه، إحنا بنجي على التعاون، لكن الشباب كان في ملاحظات واضحة اليوم عبد العزيز. يعني أنا يعني ولا يعني لست متخصص فنيا مثلك أو كمحلل فني، لكن كان في أخطاء واضحة في بناء الهجمة أنا تابعتها اليوم. يعني أنت تقول كانت المحاولات خجولة أو الهجمات خجولة، لكن في عندهم أخطاء، يعني إنجاز للوصف في فوضى فنية تبدأ من الخط الخلفي إلى المنتصف. وهذا هذا هذا تأثير غياب لاعبين مهمين في البناء، يعني خاصة سايس المغربي كابتن الفريق، أعتقد هو اللاعب اللي يقدر يبني الكرة من الخلف. أيضا راكيتش اللي توقعنا احنا أمس أنه راح يبدأ. صحيح. ما بدأ. فأعتقد هذول اللاعبين في قلب الدفاع في وسط الملعب أثروا على بناء اللعب وحصول الشباب على الفرص. الشباب أيضا يعاني حتى في اللاعب لراس الحرب ديالو حقيقة، ثم جالس يقدم نفسه، حتى لو شفنا يعني دائما اللاعب يظهر بعد خمس مباريات يظهر لك في مباراة. دائما من بندر أنا عندي وجهة نظر، مباريات التنافسية يحسمها حارس، هو اللي لعب مع منتخب بلاد أفريقيا. صح. نعم صحيح. سجل أهداف، سجل مع المنتخب، بس مع الشباب أنا أشوفه غير موفق حقيقة. صحيح. الشباب يحتاج إلى لاعب أفضل إمكانيات، يحتاج إلى لاعب حاسم في هذه المباريات. المباريات التنافسية دائما بندر، لو رجعنا يعني
مثلا مباراة أمس تكلمنا على بونو كثير وتكلمنا على متروفيتش، نعم. هم اللي حسموا المباراة لما أو تعادل الهلال. أيه. تكلم اليوم على التعاون، نشوف برضو اللي سجل هدف رأس الحربة اللي هو بدرو مهاجم الشباب. دائما مهاجم التعاون، دائما المباريات التنافسية تحتاج إلى حارس متمكن ومهاجم قناص يقدر يستغل الفرص. نعم أبو معتز، إيش تقول عن مباراة اليوم؟ التعاون يقفز إلى النقطة 55، يحافظ على المركز الرابع. الشباب خسارة يعني اليوم أفقدت 3 نقاط كانت مهمة بالنسبة له. في البداية طبعا مساء الخير للجميع، مساء الخير للمشاهدين. هو طبعا بلا شك لو تكلمنا عن المباراة اليوم نجد أن رغبة المدربين، يعني مدرب التعاون أنا أشوفه من أذكى المدربين اللي في دوري روشن. نعم. شفنا على جزئيتين، الجزء الأول في الشوط الأول خاصة في نص ساعة، نقول نصل نص ساعة الأولى كان متمركز بشكل جيد، كان يعتمد على الكرات الطويلة، ولكن كان يعيب على التعاون أن الكرات الطويلة كانت دائما ما تكون مقطوعة من نادي الشباب. بالعكس نادي الشباب اللي كان مستعجل في أدائه، نعم. استخدم الضغط العالي بحيث أنه ما أعطى فرصة أيضا للفريق التعاون أنه يبني هجماته بشكل جيد. أضيف إلى ذلك اللي صعب المأمورية على نادي التعاون أن تقارب خطوط الشباب كانت بشكل كبير، يعني المساحات كانت قصيرة، فلذلك معظم اللعب يعني الألعاب لنادي التعاون كانت كلها كانت مقطوعة حتى في الثلث الأخير. قوة الشباب كانت تكون في الجهة اليسرى اللي كان فيها متعب الحربي، بالإضافة إلى جلاسكو اللي كان يعني اثنين عنصر فعال في الجهة اليسرى. تكلم كابتن عبد العزيز أنه مشكلة الشباب في الحبيب ديانو اللي نعم. أنا عنده الإمكانيات ولكن خلال الموسم هذا ما قدم ولا شيء يذكر لنادي الشباب، وهذا كانت هي النقطة السلبية اللي كان ممكن يعني يتفاداها نادي الشباب في إيجاد لاعب بديل لهذا اللاعب، اللي أعتقد أنه في كثير من مباريات يعني أضاع كثير من الفرص. أضف إلى ذلك التعاون متى دخل في جو المباراة إلا يمكن في الوقت الآخر 5 دقائق، نعم. حتى شفنا آخر فرص في وقت الضايع كانت فرصة وحيدة اللي كانت من الكويكبي اللي كان في الوقت اللي كان الشباب يحاول يبني بناء هجمة تكلم فيها كابتن عبد العزيز، وكان في صعوبة وهذا صحيح أن الكرة ارتدت من أعتقد كان مصعب، نعم. وكان في توقف في تمركز بالنسبة للكويكبي اللي جاء وضع الكرة بشكل يعني ضعيف، جميل. أنقذها مصطفى الملائكة، نعم. بشكل عام أنا أشوف أن مدرب التعاون عرف كيف ينهي الشوط الأول بطريقته، وعرف كيف يفوز الشوط الثاني بطريقته الخاصة، بالرغم من يعني بعد ما كان هناك في تغييرات نزول راكيديتش أعطى يعني زيادة فعالية في خط الهجوم، ولكن التحول اللي كان عليه التعاون في إغلاق المنطقة واعتماده على الكرات الطويلة اللي جواو يعني أعطت الفرصة أن يكون، نعم. هناك في مساحات واستغلها في كذا فرصة، يعني كانت 1-1 الجواء ما كان مسيطر عليها بشكل جيد. أنا أشوف أن مدرب التعاون كسب المباراة بذكاء. نعم أبو أحمد، الأمس كان حديث عن هذه المباراة بأنها هي صعبة على الفريقين، لكن صعوبتها يمكن تكون واضحة بالنسبة للشباب. والله شوف انا النواحي الفنيه ما راح اتكلم فيها، لكن خذ هذه الجهه، ترى الجهه هذه اعلاميه والجهه هذه جهه فنيه، فاحنا نبغى نحاول ننوع بينكم، يعني ما بين التحليل الفني والحديث الاعلامي. تبون يلعبون معنا ما انتم. خليني بقول لك شيء صيد لكم. شوف المباراه اللي مثل هذه شوف انت تقراها بطريقه مخالفه الان، انك لما تكون بنصف الموسم في عملية البحث عن مراكز، البحث عن ذات تكون قراءتها مختلفة، نعم. لكن أنت لما تشوف مباراة اللي حصلت اليوم للشباب والتعاون، شوف المقاييس مختلفة والتطلعات مختلفة. الشباب وحسب اللي تعودنا عليه من أندية كثيرة ومن خلال معلومات ومن خلال قراءات، أنه الشباب الآن يبحث عن إيش؟ يبحث عن الهدوء والتفكير في الموسم المقبل. الشباب ما يهم أنه يخرج لو متعادل، يعني طبعا الفوز في كل شيء جميل، لكن أنه ما يبديك الخسارة المؤثرة، لأنه الآن
يرون في المدرب انه هو ليش القائد للمستقبل، ومرت عليهم ظروف صعبه أيه. الموسم هذا أيه. انه مدرب أيه. الان وصلوا للقناعه ان المدرب هذا لازم يستمر أيه. انه معظم المحترفين الاجانب ان هذول مستمرين، انه خلاص الان قراءتهم التامه، حتى اللاعبين المعارين انا اللي اعرفه الان انه اثنين من المعارين عندهم انهم يؤكدون على جلوسهم وبيبدون بالمفاوضات. هذا الجانب اللي يهم الشباب في المباراه. اذا اخذنا جانب التعاون، التعاون لا امام مهمه المركز الرابع نعم. واي تفريط على اساس كذا. انا لما الزملاء الفنيين يتكلمون عن الحماس أي. والقوه والقدره، شوف هنا التركيز اكثر أي. يعني انا ممكن اتوقع انه مثل المباراه هذه المدرب يبحث عن الفوز، مدرب الشباب، لكن يقول لك ايش، زي ما كنا انا اذكر يوم كنا نلعب كورة ذيك الوقت، كان المدرب يقول لك استمتع، انزل استمتع. كنت تلعب انت؟ اي لعبت وين؟ في الجامعة، ولعبت في الزلفي، في الزلفي أندية. في الأندية الزلفي, الزلفي. أيه. الشباب بس الشباب ما وصلونا إلى ما وصلت لدرجة الشباب، ما حدث مع بندر بعد حتى مو معتز معكم؟ كنا في الجامعة. بندر كان قائد فريق الرياض، كان في المنتخب أيه. بندر جعيثة أيه. أي ما احتاج. بندر كان منتخب السعودي الأول أيه. وكان قائد صحيح والله طيب، وقائد نادي الرياض أيه. ومنتخب الجامعة، ومنتخب الجامعة كنا في الجامعة، منتخب الجامعة الله يذكرهم الخير. تبون نسولف عن مدخل الجامعة نترك دولة بس التعاون. أقول لك القصة تبدأ من وين؟ تبدأ أنه شوف اختلاف التوجهات، هي ليست تتنازل عن الفوز أبدا، لكنك أنت لما تشوف التعاون عنده التعاون بيجري إلى آخر المباراة، بيقاتل إلى آخر المباراة. نعم. الشباب يفكر في أشياء أخرى، أنه عملية الهدوء، أنه وش الأفضليات اللي يبحثها، قد يكون حتى في اختبارات للاعب معين، هل هو بيستمر ما يستمر أيه. هذه المقاييس اللي احنا نتحدث عنها بالنسبة من وجهة نظري أنا بالنسبة للمباراة هذه. ليش؟ لأن الأمور حسمت، الشباب لن يهبط نعم. ولن يصل المركز صحيح. الرابع صحيح. الآن هذه الأشياء اللي نتكلم عنها. الآن الشباب في المركز التاسع وعنده 41 نقطة، تتكلم عن مثلا 32 مباراة لعب، فاز في 11 مباراة وتعادل 8 مباريات، خسر 13 مباراة. لكن لما تجي تأخذها كقراءة عامة من بداية الدوري إلى الآن بالنسبة للشباب، وعطفا على الظروف اللي مر فيها، يمكن تشاركني مشعل في هذا الرأي، أعتقد أن بالنسبة لهم يمكن يقولون نقلة نوعية. أي نقلة نوعية، وبعدين يعني خلهم يقولون شكرا، يعني ما قصرتوا على صحيح. على الوضع اللي حاصل بالنسبة للشبابيين، خاصة بعد المدرب، بعد بريرا يمكن نتكلم عنه عبد العزيز، فعلا فرق مع الشباب صحيح ولا لا؟ شوفوا بنواف، يعني دعنا في البداية نتحدث عن التعاون بمعزل عن نتيجة اليوم أي. حقيقة فريق يستحق أن يحترم، حقيقة فريق يعني استطاع أن ينتزع أحد المراكز الأربعة من أندية الصندوق، وهذا بدون أدنى شك يحسب لمسيري نادي التعاون. لما أتحدث عن مسيري نادي التعاون لا أقتصر بحديثي على الإدارة، وإنما المجلس الشرفي اللي حقيقة يجسد ويمثل مفهوم العمل المؤسسات. يعني حقيقة ما يقدم في التعاون أمر يعني يستحق الشكر ويستحق أن نقف عنده كثيرا حقيقة. بل وأضيف أنه يعني اعتدنا من التعاون أن يكون حصان أسود في المواسم السابقة، ولكن في هذا الموسم أن ينتزع يعني أحد المراكز الأربعة من نعم. فم الأسد من أندية الصندوق أمر يحسب له. وأعتقد أن اليوم نتيجة اليوم والحضور الجماهيري والمنشأة اللي موجودة صحيح. يعني حقيقة مشهد يعني حق لنا أن نتباهى بهذا المشهد. صورة يستحقها التعاون دون أدنى شك. صحيح. مشهد يستحقه دون أدنى شك. فيما يخص نادي الشباب، أنا أعتقد أنه نادي الشباب هو أكثر المستفيدين من هذا الموسم، يعني وأقصد بحديثي بأنه يمكن هو النادي الوحيد اللي يعتبر له هذا الموسم كأنه معسكر إعدادي للموسم المقبل. نادي الشباب استطاع استشراف متطلباته في الموسم المقبل، احتياجاته في الموسم المقبل من خلال مواجهات الدوري. أنا أعتقد أنه خارطة الطريق الشبابية باتت واضحة للإدارة الشبابية ومسيري الشباب في الموسم المقبل، مدى احتياجاتهم من اللاعبين الأجانب وأيضا المحليين، أيضا المدرب وضرورة يعني ضرورة تواجده والإبقاء عليه. أنا أعتقد أن المدرب أحدث نقلة نوعية في المشهد الشبابي نعم. يكفي أن نقول بأن الشباب في ما قبل بريرا كان شباب بلا طعم ولا لون ولا رائحة، ما بعد بريرا على أقل تقدير أعاد للناس يعني وهج نادي الشباب، أعاد قوة هذا الفريق. بات الشباب اليوم عنصر قوي حتى مع أندية الصندوق، بات يجابهم بشكل قوي، بات يعني يخوض معهم مواجهات قوية، يلعب معهم الند للند نعم. وحقيقة طموح وآمال جماهير الشباب دون أدنى شك كبيرة، ولكن عطفا لما حدث للشباب هذا الموسم أنا أعتقد أنه المحصلة النهائية تعتبر جيدة جدا نعم. مهم جدا أن نعلم أنه الضغط
الجماهيري الشبابي سيكون أكبر الموسم القادم، لأنها هي ترى بأن إدارة الفريق استفادت تماما من هذا الموسم، واتضح يعني واتضحت ملامح احتياجات الفريق للموسم القادم. نعم، بالنسبة للتعاون مشعل، القيمة السوقية للفريق ممكن تصل إلى كم؟ نقول مثلا ممكن نقول إلى في حدود 100 مليون أو نعم. أو أكثر أو أقل يعني بشكل يعني دقيق، لكن شوف كيف دخل على خط ونافس مئات الملايين لقيمتهم السوقية وشكل خطر عليهم. صحيح. وحقق نتائج ثباته في الواجهة، ثباته في المنافسة، ترى أمر يستحق الدراسة. صحيح. الأمانة يعني أنت تتكلم عن الفرق الأخرى اللي نفس مستواه معدلة في القيمة السوقية، وهذه المستويات وهذا النتائج التي قدمها التعاون، أعتقد أنه يعني أمر يستحق الدراسة، أو خلينا نقول نموذج عبد الله يستفيد منه الآخرين، ولا لا؟ بدون شك تعاون، استقرار، عمل ممنهج. أي. واضح الأهداف، وهذه أهم جزئية بالنسبة لي. أنت لما تجي تشوف في شراكة كبيرة ما بين إدارة النادي وما بين المجلس الشرفي، في استقرار على مستوى الأسماء والمجموعة اللي تدير الفريق بشكل كبير. إضافة أنهم عارفين ومحددين الأهداف اللي هم يبغونها. أكيد بدون شك فريق مثل التعاون يجد صعوبات أمام الفرق الكبيرة، وزي ما قال مشعل الفرق فرق الشركات، لكن بناء على المقدم لهم سواء على مستوى الميزانيات أو على مستوى الدعم المالي اللي موجود، أنا أعتقد أنهم يعملون بشكل ممتاز جدا. نعم. التعاون من الفرق الممتازة جدا، واللي عندها خليني أقول التعاون دائما لا يعيش صراعات داخلية. أي. وهذا أمر واضح بالنسبة للتعاون، ذلك تشوف ما شاء الله تبارك الله عندهم استقرار فني كبير. يعني تتكلم عن تكاتف المسيرين النادي بدون شك، بدون شك في تناغم بين المجلس الشرفي. أي. والإدارة، الإدارة تحترم المجلس الشرفي وتعطيه قيمته وتوضح له الصورة اللي هم قاعدين يعملون فيها. المجلس الشرفي داعم بشكل قوي جدا لتوجهات الإدارة، لذلك تشوف أن الفريق ما شاء الله يعيش بدون مشاكل. نعم. من 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 سنوات من بدأ التعاون يدخل بشكل واضح في الدوري الممتاز، من أقل الفرق اللي تسمع أن عندهم مشاكل. دائما مشاكلهم بينهم محلولة، عندهم سرعة تنفيذ، عندهم إدارة واضحة وصريحة، يدعمون كل من يرون أنه قادر على قيادة التعاون. لذلك من المنطقي جدا أن تشوف التعاون في السنوات الأخيرة أبو نواف يقدم عطاءات ومستويات ممتازة، ويتواجد في مراكز يعني الأولوية بالنسبة له على مستوى الدوري. أنا ودي أتكلم في موضوع الشباب تحديدا. تفضل. مباراة اليوم أثبتت أنه الشباب فريق كبير جدا. ليه؟ لأنه اليوم حتى لو فاز زي ما قال أبو أحمد ما 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 راح يتغير المركز، لكنه ظهر بشكل ممتاز جدا على مستوى الأداء. أعطى قيمة للنادي نفسه سواء الأداء الفني، يعني إحنا الشباب بنلعب أي مباراة حتى وإن كانت ودية بنلعبها بنفس عالي. اثنين، لا زال يواصل بيريرا الشكل الفني وإن كان عنده غيابات مهمة، سايس وراكاتيتش أهم الأسماء اللي موجودة عنده في مسألة البناء، في مسألة إخراج الكرة، في مسألة القيادة والرؤية والوعي التكتيكي. ومع ذلك الشباب اليوم ظهر بشكل ممتاز أمام فريق قوي، فريق ينافس على مراكز بدون مشاكل بصريح العبارة، زي ما كان عاش الشباب. طيب ليش ما فاز اليوم؟ إذا ظهر بشكل ممتاز ليه ما فاز؟ صعب إنه يفوز، ولا النتيجة ما تعكس الأداء والمستوى؟ طبيعي. لا أصلاً أنت لو جيت بالمقياس التعاون أفضل من الشباب بكل مراحل. على الشباب من الفترة الشتوية بدأ شوي يعني يعيد على الأقل لو 30% من قيمة الشباب الحقيقي، لكن إلى الآن لا، يحتاج إلى عمل كبير من وجهة نظر الشخصية. الأهم أنهم يعطون بيريرا فرصة أكبر. نعم. الأهم العمل على التجهيزات بشكل كبير، زي ما قلنا العناية في الاختيار الأسماء في السنة القادمة في مسألة الاحتياجات الأهم بالنسبة لهم، الاحتياجات والعمل عليها بشكل كبير والصبر على قولتهم. أنا أعتقد أنه الشباب قادر على أن يعود بشكل ممتاز. نعم. أنت إذا سمحت بس نضيف لكلام أخوي عبد الله بعد علي، لو تفضل عشان علي تفضل. اسمح لي بنكمل نص ساعة وعلي لا مستمع علي. معنا اسمح لي علي. تفضل علي. اليوم تكلم عن التعاون والشباب، نشيد بالتعاون ونشيد ايضا بالشباب مثل ما قال يعني عبد الله، حتى وان قدم مستوى، لكن ايضا نشيد احنا بالشباب يعني بظروفه اللي مر فيها. صح. بالصعوبات اللي مر فيها، ممكن لو مرت على احد غيره كان تجده الان يصارع من اجل البقاء. صحيح.
بداية طبعا الفريق تعاون بارك لليوم الفوز، وأنا التعاون صراحة من الفرق اللي أحبها، لأن الفريق تعاون عنده بنية قوي جدا. نتكلم عن التعاون العام الماضي، فقد عدد من نجومه، نتكلم عن توامبا كمثال، عن ميدران، عن حسن كادش، عن الرشيدي، عن سماح النابت، تقريبا 7 لاعبين أو 8 لاعبين أساسيين كانوا. البعض توقع أن التعاون عقبها بينافس على الهبوط، لكن في المقابل التعاون جلب لاعبين يناسبونه، عنده مدرب خبير شاموسكا من المدربين المميزين. البنية في التعاون أيضا بنية إدارية، بنية شرفية، عندهم ترى هذه جدا مهمة. يعني نتكلم عن نادي التعاون من 7-8 سنوات جالس يقدم نفسه من أفضل فرق الوسط. التعاون طبعا بدأ هذا الموسم أيضا بداية ممتازة، فاز على النصر المباراة الثانية في الدوري، أمام الهلال قدم مباراة كبيرة، أمام فريق كبير أيضا مع الأهلي بصعوبة بالغة فاز الأهلي. صحيح. فأعتقد فريق التعاون الأساس فيه الإدارة الموجودة، الاستقرار، يعرفون ايش يحتاجون كل سنة، يعرفون ايش طموح لكل سنة. طبعا من الفرق أيضا اللي حققت تبر منجز كبير له كأس الملك بفترة، لكن الفريق يحافظ على قيمته وقوته. يعني في مثلا الفيصل حقق كأس الملك لكن الفريق هبط، أيضا فريق الفيحة تراجع، لكن التعاون أعتقد بنيته الإدارية أيضا الدعم الشرفي هذه يخلي فريق التعاون من أفضل فرق الوسط. ولذلك أنا أقول يعني التعاون أعتقد من الأندية اللي دعمت تقريبا ب 83 مليون حسب مصادري. كم؟ 83 مليون فقط، يعني من أقل فرق. السوقية قيمة السوقية تقريبا توصل إلى 100 مليون، لكن دعم العام الماضي كلاعبين وكذا بهذا المبلغ. أيضا هو أيضا بعض الملاعبين، يعني قصدك فاتورة النادي 83 مليون تقريبا في هذا الموسم؟ نعم تقريبا. ولا تنسى أنه باع أيضا عدد من اللاعبين ومول صفقات، تكلم عن ميدران، تكلم عن كادش كمثال، عن سميحان، عن عدد من اللاعبين. أيضا هو عنده موارد مالية من خلال استغناء اللاعبين. البعض يرى أن التعاون كمثال لما يستغنى عن لاعب لاعبين ثلاثة يقول لك والله الفريق هذا ما له طموح ولا له هدف، لكن بالعكس الإدارة تبحث عن احتياجاتها، المدرب عنده مدرب خبير يبحث عن احتياجاته. الموسم القادم قد يكون مدرب مش موجود، لكن بيبقى التعاون كما هو. التعاون أيضا أنا دائما أقول التعاون من الأندية اللي تحتاج دعم أكبر، لأن التعاون يستحق أكثر. السنة الجاية إن شاء الله التعاون بيمثلنا في بطولة آسيا، وأنا أعتقد التعاون من الأندية اللي تستحق دعم أكبر، وأتمنى إن شاء الله يشوف التعاون بصورة أفضل السنة القادمة، لأن التعاون دائما أقول من الفرق الوسط، هو والفتح والخليجي من الفرق الوسط اللي ممكن تعطيك، وأيضا ضمك دائما تعطيك توازن، تقدر تفوز على الفرق الكبيرة، تقدر توقف الفرق الكبيرة. طبعا بالنسبة لفريق الشباب، الشباب مر بظروف صعبة، البعض توقع أن الشباب يصارع إلى النهاية على البقاء. لكن اليوم الشباب يمكن نظر المركز السادس السابع قريب منه. أمس مدرب الاتفاق جيرارد ذكر مباراتنا مع الشباب تعتبر مفصلية، يعني اللي ينظر في فريق الشباب أن فريق قوي ومنافس، فمعنات فريق الشباب أيضا جالس يعني يقدم صورة إيجابية بالنسبة له. مدربهم طبعا بيريرا ايضا غير صوره الشباب، فاعتقد الشباب من الفرق اللي تستحق الاشاده. اليوم خسر صحيح، لكن اظهر قيمه كبيره للشباب انه قادر الموسم القادم يرتب اوراقه ويظهر بصوره افضل. نعم تفضل عبد العزيز. احنا بس في اجماع في عندنا هنا او في الشارع الرياضي على بريرة مدرب الشباب. وعشان ناكد هذا الشيء وهذه المعلومه او هذه وجهه النظر، ان بريرة ترى ما خسر الا من الاهلي، النصر، الهلال، تعاون، الفتح، يعني خسر من الأول والثاني والثالث والرابع، وخسر مباراة بخطأ فردي من حارس محمد العبسي حارس الشباب 3-2. فإذا المدرب جالس يسير بالفريق بشكل جيد. أيضا فيكتور بريرا ترى عانى كثير يوم جاء، لأنه جاء بعد 3 مدربين، جاء بعد مدرسة هولندية، مدرسة أرجنتينية، مدرسة كرواتية. فأعتقد كان يعني عنده صعوبة كبيرة. فأنا صراحة من يعني إذا كان في نجم في الموسم هذا أعتقد هو أحد نجوم الموسم مدرب الشباب، وممكن يعمل كثير الموسم الجاي بدون شك إذا تحسنت الأدوات وكان مستقر الفريق وكان جاي من البداية وحضر المعسكر مع الفريق. أتوقع أن يروح مع الشباب، لأن ترى على فكرة ترى الشباب فريق تنافسي، يعني لو الاختيارات صارت سليمة من عن طريق المدرب وحضر معهم المعسكر، أتوقع أن الشباب ينافس الموسم القادم على الدوري. نعم صحيح. طيب التعاون حصولها على بطولة كأس الملك، ما تتفقون معي بأن يعني السقف هذا اللي وصل التعاون في تحقيق هذه البطولة ثبت هذا الفريق في المنافسة في الواجهة، رفع سقف الطموحات، سقف يعني والله مثلا بعد تحقيق البطولة ممكن يقول التعاونيين ليش لا يا أخي، احنا ننافس على بطولة الدوري، إذا الآن احنا بهذه الإمكانيات الآن احنا في الرابع، فما بالك لو كان مثلا هناك دعم أكبر وأكبر مما حصل عليه الباقين.
ممكن يشوفون أنفسهم منافسين على بطولة الدوري مستقبلا؟ صحيح. شوف دائما يعني الحصول على بطولة كأس الملك أي عمل يعني يبحث عن النجاح ويقترب من النجاح، شوف الإدارة اللي خلفه. يعني أنا من خلال عدة زملاء ومن خلال شرفيين بالنسبة للتعاون أنا تكلمت معهم، من ضمنهم محمد الفهد العيسى تكلمت معه بالضبط شرف، يتكلمون عن إدارة التعاون بأريحية كبيرة، يتكلمون عن الإدارة أنها إدارة تتطلع للمنافسة وليست حاضرك. شوف لما يكون الطموح كبير يكون العمل على أعلى جودة، لأن كل يبحث عن إيش إنه يكون في على 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 ما يقولون إيش إنه في الموقع اللي ينظرون لك الآخرين. شوف التعاون الآن، التعاون تخلص من اللاعبين بطريقة ذكية جدا جدا، وأنا أعرف المعلومات معينة أنهم تخلصوا من المدافع البرازيلي الآن مع الشباب بطريقة ذكية جدا للشباب. أي وعندك كادش بعد، يعني أنت كادش أنت ماخذ من الهلال بطريقة أعتقد مقايضة أو أشياء كذا وتبيعه ب60 مليون، إذا أنت من أنت شو يسمونه النادي ذا الأبشر في اللي يبيع اللاعبين يجيبهم يبيعهم دورتموند أي دورتموند سمعت دورتموند يعني أنت أفضل نادي دورتموند في العالم الكرة السعودية من هو النادي السعودي التعاون. يعني شوف الصفقات اللي باعها اليوم، لاعب من مقايضة، لاعب مثلا جايبه أعتقد هذا اللي راح الاتفاق بمبلغ بسيط 800,000 أو 900,000 دولار يبيعه بمبلغ كبير. إذا هذا الذكاء الإداري، وعلى أساس كذا أنا أثني على كلام عضو الشرف محمد الفهد العيسى من كلامه من خلال كلامه، أو أنه بمثل هذه الأشياء اللي تحدث لنادي التعاون هي عملية استراتيجية، عمل فكر. شوف احنا ليش تكلمنا في الفترة السابقة عن الأندية الكبيرة الأربعة، قلنا كل من يقود النادي؟ انت جبت افضل اللاعبين لكنك انت اللي يقود النادي اسرف في عمليه سوء الاعداد والاشياء. خليني بكمل لك بندر النقطه، فكرتي وصلتك ابو احمد. انا اتكلم ان الى متى احنا في كل موسم هلال نصر نصر هلال هلال نصر، تبي تغير الامور، نبغى نوسع دائره المنافسه بندر صراحه. الآن خلني اقول لك يعني احنا يهمنا صراحه انها تتسع دائره المنافسه تمام، بصرف النظر عن الميول لكن ليش ما يكون التعاون داخل على الخط؟ ليه ما يكون الشباب مستقبلا بعد ما نهض يكون داخل على الخط؟ يا اخي الى متى احنا نتكلم عن فقط فريقين هم اللي دائما هم الموجودين في المنافسه؟ الاتحاد الان مو بطل، من هو بطل الموسم الماضي؟ الاتحاد صح ولا لا؟ تدري ان بينه وبين الهلال 41 نقطه الآن. ممكن تخيل بطل الدوري العام الماضي والآن الهلال بطل الدوري 41 نقطة. 41 نقطة يعني شوف كيف الجاب الكبير يا أخي. أحيانا بعد اللي حقق الدوري يهبط، فيرونا حقق الدوري الإيطالي في قبل 15 سنة وهبط الموسم اللي بعده. هذه من شوف حنا في شيء اسمه ثقافة المنافسة في كرة القدم. أنت لما تجي مثلا كرة القدم في إيطاليا، كرة القدم في فرنسا، في أسبانيا، خلينا على هالمقاييس في ألمانيا، شفت منهم أنه طلعت الكرة اللي تنافسون دورتموند، بايرن ميونخ، لابزيغ مع أنه جديد الآن، لكن هذا اللي شفت الدوري الإيطالي، الإنتر، الميلان، يوفنتوس، ودخل معهم الآن أتلانتا. شوف هذه من مئات السنين. الدوري الإنجليزي منهم الستة بس، هذول هم اللي لما طلع ليستر سيتي احنا ما صرنا ستة. خلنا بعلمك طيب، احنا أربعة على الأقل أربعة بيرجع الشباب، لأن السنة الجاية إن شاء الله أنه موعود بأشياء أفضل، الشباب بيرجع موعود بأشياء أفضل. طيب خلينا بقول لك، لا عندنا احنا خمسة إلى ستة اللي موجودين، خمسة إذا جيت الاتفاق وبيجي القادسية، لكن دائما ثقافة المنجز تلقاها موجودة عند إيش؟ أندية معينة. طيب خاصة بأندية معينة، على أساس كذا احنا ما نطالب، يفترض أننا ما نطالب، والله يا الحديث هذا أنا سمعته كثير وبرامج كثيرة لا عندنا لا بنطالب نطالب أن نوسع دائرة النصر. لا بنطالب يا أخي لكل مجتهد نصيب. لا معليش أبو أحمد، إذا كان النصر يشتغل الهلال أبو أحمد ليش نحصر نختزل بطولات الموسم في الهلال والنصر ولا في فريقين بصرف النظر يا أخي؟ ما هي بشرهات ولا هي مكافآت، ما هي بشرهات بس أنا أتكلم وش المال. والله ترى والله هذا الموضوع يزعجني جدا جدا لأن سمعته كثير يا أبو. طيب وش يمنعنا نوسع دائرة المنافسة؟ عندك ليش يا ابو احمد؟ وش يمنع ان لما نوسع دائره المنافسه وش يمنع؟ وش حبيب قلبي وش اللي يمنع؟ انا بقول لك وش اللي يمنع يا اخي. انا اجي يا اخي القمه تتسع للجميع يا ابو احمد، القمه تتسع للجميع ما تتسع الفريقين. فريق من طلع هو ينافس، احيانا تلقاه يهدد بالهبوط واحيانا رجع، لكن هو ظل رقم ثابت في المنافسه في الكره السعوديه. من هو مثلا؟ اضرب لك مثل بالاتحاد، خلينا نبعد عن الهلال والنصر.
شوف الآن راجع، لكن أتوقع الاتحاد أنت خلال سنة سنتين. أنا ما أقيس المقاييس الثانية على الأندية، إذا اجتهدوا أعضاء شرفها صارت جيدة. سمعت؟ خلا بعد الفاصل. هذا موضوع مهم. بعد الفاصل أنا بجيك أبو أحمد. طيب خلنا نروح فاصل وراجعين بعد شوي. سنظل نحمل في الذاكرة أمجادنا أينما سرنا، ونتحسسها بأيدينا كلما احترنا أو تاهت بنا الخطى، لتظل دائما أمام أعيننا. الاهتمام السعودي بالرياضات الإلكترونية، سرعة وفاعلية في الاستعدادات لأولمبياد باريس. أنا كيسن هوفر والمجد الأولمبي، قصص مشوقة، مقابلات خاصة ولحظات لا تنسى. الطريق إلى العظمة يبدأ من هنا. الطريق إلى باريس الأحد الساعة 10:30 مساء على قنوات الرياضية. الشغل ما يخلص والوضع يحتاج، تطربين المزاج؟ تلقى خزامة. حياكم الله متابعينا في الجزء الثاني من الديوانية. أذكركم بضيوفي تواجدون معي في هذا المساء. معنا اليوم الكابتن بندر الجعيثن مدرب الوطن القدير، أيضا معنا الأستاذ مساعد العصيمي، ومعنا الأستاذ علي قطان، والأستاذ مشعل وعيل، والأستاذ عبد الله الكلثم، وأيضا الكابتن عبد العزيز الدوسري. ثاني مباريات اليوم كانت بين الحزم والرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد بين الفريقين. نتابع الأهداف.
جميلة جدا لخيبري، يلعب العرضية خطيرة، جول، هدف ولكن بنيران صديقة، هدف ولكن بالخطأ في مرمى، عرضية من عبد الله خيبري، خيبري عرضية خيبري، وهنا الكرة من قبل برونو، يتقدم فايز، يمرر خطيرة والمحاولة والإبعاد، والكرة لا زالت والراية، والراية حاضرة، ومساعد الأول لحكم المباراة، واحتساب الكرة هدف، واحتساب الكرة هدف، لا يوجد تسلل بل هدف للحزم. شوف الإعادة، هنا الهدف، هنا بعد نتيجة مباراة الحزم والرياض. الحزم يرتفع رصيده 21 نقطة في آخر الترتيب، الرياض يصل إلى 31، يعني ما بين الرابع عشر والثامن عشر الآن 10 نقاط. تذكر الأسبوع الماضي كابتن بندر الجعيث هنا معنا في الديوانية قال إذا أن الرياض استمر على نفس المستوى اللي قدمها المباريات الماضية سينجو من الهبوط، لكن هل هذا المستوى تابعته في مباراة اليوم أبو معتز؟ طبعا شوف مباراة اليوم أنا أعتقد في فرق بين الفريقين، الفرق في فرق بين الفريق مرتاح ما عليه ضغوط يعني أريد يعني نزل، وفي الفريق نادي الرياض اللي قاعد يحاول بقدر الإمكان إنه يحصل على 3 نقاط لكي يحسن وضعه في السلم الدوري، ولكن اللي حصل العكس إن الفرق بين الفريقين إن أجانب الحزم قد يكونوا هم الأفضل من الفريق الرياض، هم اللي رجحوا كفة الحزم في السيطرة، في التنويع، في أدائهم، في تمركزهم. أنا أعتقد أن صالح المحمدي جاء مؤخرا وعرف كيف يعني يعمل توظيفة للفريق الحزم حتى وإن كان يعني أوريدي نزل، ولكن تجد أنه فيه عمل فني جيد خلال حتى المباريات اللي فاتت كنا نشاهد الحزم بطريقة مختلفة. الرياض لاعب واحد أثر على منظومة الفريق اللي هو المصاب شو اسمه بنسونا، بنسونا يعني كان لاعب متميز، لاعب هو القادر على تسجيل الأهداف. اليوم حتى الهدف اللي سجل الرياض سجل من قبل مدافعي الحزم، هذا يدل على أنه ما في هناك لاعب ممكن يسجل لك في أي لحظة. الفريق الرياض يحتاج إلى عمل كبير على أساس أنه يبقى في دوري الروشن. وضع صعب الآن أبو معتز، أعتقد أنه فيه صعوبة ممكن أو دخل في نفق مظلم، يعني حتى هزيمة اليوم حتى هزيمة أبها حتى وإن كانت، ولكن كان لو حصل 3 نقاط اليوم كان ممكن نقول وضع جيد، ولكن اليوم بالتعادل حيقابل النصر، النصر فريق ما هو سهل، وفي الأخير حيقابل الخليج، أيضا الخليج لاعب فريق متمكن، فريق عنده إمكانيات جيدة، فلذلك أنا أشوف مباراة اليوم اختلف الأداء بين الفريقين، فريق تحت ضغوط وفريق يلعب هو مرتاح، ولكن أنا أقول العامل اللي مختلف في فريق الرياض عدم إيجاد الكواليتي، نوعية اللاعبين اللي ممكن يغيرون لك مستوى الفريق، سواء من اللاعبين الأجانب أو حتى من اللاعبين المحليين، فلذلك أنا أشوف ما في شيء غريب، يعني أنا أشوف أن الوضع طبيعي بالنسبة لنتيجة اليوم. الخبرة ما كانت موجودة في فريق الرياض، يعني بحب أنك باقي 3 دقائق وأنت خسران وأنت محتاج 3 نقاط. لو شاهدنا هدف التعادل اللي جاب الهدف اللاعب يلعب سنتر وتقدم في قدام، فلذلك هنا يدل على انه في هناك فوضى في التمركز، وايضا في عمليه اغلاق المنطقه بشكل جيد حتى تحافظ على 3 نقاط اللي ممكن تتحصل عليها، ولكن احنا يا ريت نشوف الهدف التعادل اللي جاب قبل نهايه المباراه، شوف هنا عدم تمركز، اللاعب دخل ولعب الكره بكل اريحيه، كم لاعب شوف نظر 18، شوف في زحمه لاعبين جوا بدون تمركز، ما في هناك ضغط على اللاعب، هنا اللعب الكرة بكل سهولة، 3 لاعبين كلهم في داخل المرمى، ما في أي لاعب يعني عامل على أن يكون ملازم للاعب لطلب الكرة وليسددها في المرمى، هذا يدل على أنه ما في هناك عمل
فني من ناحية الدفاعية. جميل. والأغلاق المنطقة يحتاج إلى كيفية تمركز اللاعبين بشكل جيد حتى يكون يعني سد منيع للاعبين الحزم. هذا يدل على قلة إمكانيات وقلة أيضا عدم المام اللاعبين في كيفية التركيز الذهني في حالة أنت تحتاج إلى ثلاث نقاط. جميل. طيب كابتن عبد الله كلثم، الحزم بعد استلام الكابتن صالح محمدي لقيادة الفريق كمدير فني تغير شكل الحزم فنيا بدون شك في المباريات الأخيرة؟ بدون شك، يعني لمسات المدرب واضحة على الفريق؟ واضحة جدا، وفريق يعني تحسن بشكل كبير جدا بناء على، يعني أنا أعتقد أنه تعيين صالح تأخر شوي، لو كان في وقت مبكر كان ممكن يعدل أشياء كثيرة، رغم أنه المشاكل الفنية والإدارية واضحة بالنسبة للفريق، لكن يشكر صالح والطاقم اللي معه على الكابتن محمد مسعد على العمل اللي قاعدين يسوونه صراحة مع الحزم. يعني عدلوا من شكل الفريق فنيا في تفاصيل كثيرة من بعض المباريات. نعم. قدام الاتحاد اليوم، قدام الرياض، قدام يعني آخر المباريات، أنا أشوف أنه شكل الحزم كان أفضل بكثير، رغم أنهم استلموا أصلا الفريق يعني هابط يعني. نعم. انتهي. بالنسبة للرياض أنا أشوف أنه يعني إصرار اللاعبين تحديدا والمدرب أو الجهاز الفني بشكل كامل أظهر لنا صورة أنه في أمل أن الرياض يكون بشكل أفضل، رغم أنه أنا عندي تحفظات كبيرة جدا على العمل الإداري في الرياض، لكن عشان ما يزعلون علينا بالنواف بنحاول نمسك أنفسنا شوي، لكن لكن أنا أشوف أنه الرياض اليوم ضيع فرصة كبيرة جدا أنه يكون في وضع مرتاح جدا، لأنه بيروح يقابل النصر، والنصر مستحيل أنه يتعامل مع المباريات بشكل يعني متهاون، خصوصا بعد مباراة أمس والعودة الكبيرة جدا في الأداء الفني. أنا أعتقد أنه صار وضع الرياض أصعب بكثير من مما سبق. أنا أشوف أن الرياض يعني ممكن يكون قاب قوسين أو أدنى من الهبوط، أحد الهابطين بالنسبة لك؟ نعم. عبدالعزيز شو رأيك؟ والله أنا صراحة يعني كنت أتوقع عدم هبوط الرياض. وما زلت يعني أتمنى لهم، أنا متعاطف جدا بندر مع الرياض، خاصة في آخر أربع مباريات فريق لم يخسر، يعني فاز على ثالث الترتيب الدوري السعودي. لا وبعدين ما صدقنا خبر رجع. نعم صحيح، يعني صعد من يلو إلى الممتاز، وكل شيء له مهر بندر. وأعتقد أن الرياض دفع مهر للبقاء، يعني فاز على ثالث ترتيب الدوري الأهلي، تعادل مع رابع الترتيب التعاون، تعادل مع الفتح، واليوم المباراة كانت في المتناول لين آخر دقيقة. أنا أعتقد هذه اللقطة ممكن محبين الطائي محبين الرياض ما راح ينسونها، يعني هذه اللقطة صراحة قد تهبط في الرياض، اللي هي اللي لقطة الهدف اللي تكلم عنه أبو معتز. نعم صحيح. أي. هذه حتكون أتوقع أنها سبب هبوط للرياض، وإن كنت ما أتمناه، لأن حقيقة المقدمة المدرب واللاعبين الفترة الأخيرة يستحقون عليه البقاء. طيب الفريق في هذه الأوضاع عبد العزيز، ما يعني هل يمكن أن نتحدث عن معنويات محبطة بالنسبة للفريق؟ اللاعبين مضغوطين، الوضع صعب، يعني تتكلم عن جو غير مناسب يعني لتقديم كل ما لديهم بدون شك في ظل الظروف اللي هم عايشينها الآن. الضغوطات أكيد تأثر وتخلي تهبط في المستوى، ولكن أنا أشوف أنهم قاوموا حقيقة، يعني صراحة المدرب الفريق جالس يشتغل شغل كبير مع الفريق، ترى عناصره ضعيفة جدا الرياض، ولكن يلعبون بشكل جماعي بشكل جيد. يعني تخيل بندر، أنا أقول لك فايز على الأهلي الثالث، وإحنا نشوف مستويات الأهلي اللي جالس يقدمها، يتعادل مع التعاون اللي اليوم فاز على الشباب، يعني اليوم الفوز متناول أيضا، ولكن الله يعني الله يكون في عونهم حقيقه، وراهم مباراتين صعبه. يعني تكلمنا الفتره اللي احنا تكلمنا فيها عن المستويات اللي قدمها نادي الرياض، لما قلت انه اذا قدم هذا المستوى ما راح يهبط. لو عمل بنفس الاسلوب اللي لعب امام الاهلي، امام التعاون، امام الاتحاد، اقفال المنطقه واعتماد على الكرات المرتده، لو عملها في اخر 8 دقائق اللي حسبت في الوقت الضايع ما جاء الهدف اللي سجل اليوم. ترى ابو بدر فقدان موسونا ترى اثر كثير، أنا يعني لو ترجع انت قلت كم ساعه، فاعتقد والله له تاثير كبير. انا اوافق الراي، وايضا انا اشوف الكابتن الفريق لازم اذا ما عندك قائد يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، كيف يتعامل مع الاوقات اللي يكون فيها انك تحافظ على نتيجه معينه.
في نتيجة وانت فائز، في نتيجة وانت خسران أو انت متعادل. فاليوم كان محتاج إلى قائد كيف يتعامل مع المنافس في كيفية حرص اللاعبين، توجيه اللاعبين، تمركزهم، الصراخ معهم، لأن هذا الوقت خلاص انت في فترة ثلاث نقاط لازم تحصل عليه. الشيء اللي حصل اليوم لما تكلمنا عن الهدف الأخير أنه فوضى في التمركز، فوضى في التشتيت الذهني، مو عارفين شو يسوون في داخل الملعب. وهذا يدل على أنه القائد أحيانا يكون له دور كبير في عملية تنظيم اللاعبين، ونقول التركيز الذهني له دور كبير في كيفية الحفاظ على النتيجة. نعم صحيح. بس أنا الحين يعني صراحة أنا أهنيك بندر للأمانة والله، ولا هي مجاملة على الموضوع اللي طرحته، وهي دعم الأندية اللي في المتوسطة أو اللي تنافس على الهبوط. فعلا حقيقة سؤال مهني جدا، أهنيك عليه حقيقة صراحة. يعني أثر فيني السؤال كثير يعني صراحة، واستغربت من أبو أحمد صراحة يوم إنه يعني يعترض على هذا الأمر. أبو أحمد يقول يتنرفز من هذا السؤال. أنا مستغرب صراحة. يقول طرح هذا الموضوع بالنسبة له يرفع ضغطه أو ينرفز. يرفع ضغط ما شيء يرفع الضغط. لا الحمد لا لا. أنا أقصد يتنرفز يعني. أقصد لكل مستفز. يقول هذا يستفزني. هذه لما أنا أطالب بتوسيع دائرة المنافسة وأن القمة تتسع للجميع. نعم. وأن في آخر ست سنوات ما هي بهبات في آخر هي ما هي بهبات. أنا عندي قدرات، ما هي شرعات. أنا عارف لكن أوكي أنا أتكلم عن توسيع دائرة المنافسة، بس أنا فقط طرحت سؤال لما لا تتسع دائرة المنافسة بس. تفضل عبد العزيز. بالعكس والله إن السؤال يعني يحتاج أن نركز فيه يعني. صراحة في أندية والله لو دعمت يعني. نعم صراحة يعني بالعكس في أندية تستحق الدعم مثلا الاتفاق، الشباب، الفتح، يعني فرق والله لو دعمت هذه الفرق حنشوف دوري بشكل أقوى وأقوى. احنا ما نقول دوري ضعيف، نقول دوري قوي، ولكن بيصير بشكل أقوى. ونحتاج مثل هذا الشيء يعني. ما في شيء لو يدعم الاتفاق الفترة القادمة، ويدعم الشباب، ويدعم الفتح. ما أعتقد يضايقك أبو أحمد يعني. نعم. ترى ذولا لهم جماهيرية ولهم ناس محبين ويطمحون أنهم يحصلون على بطولات. وأنت الحين عبد العزيز شايف أن هذا الموضوع يضايقني؟ لا أنت تقول أنه مستفز بالنسبة لك لما يطرح. مستفز ليش؟ لأنه في شيء اسمها حقوق كل نادي. في كل نادي له حقوق. الآن لما يجيك يتكلم بندر جعيثن اللي هو كان قائد نادي الرياض فترة من أيام أعتقد اليمامة، كان هو الكابتن، كابتن نادي الرياض، لما يجي يتكلم عن نادي الرياض بيقول لك يفترض أن الرياض ما يهبط. أقول له لا يا أخي، لكل مجتهد النصيب. أنت اشتغل على فريق، جيب الدعم، جيب الأشياء. أنت تجيب أندية أربعة مثلا، أو خلنا نقول إيش الأندية، الأندية اللي عندها إمكانيات مادية وجماهيرية. يا أخي هذه في كل مكان موجودة. أنا لما أجي أقيس، أنا ما أقيس على شيء إيش مختل أو شيء خارج إطار التنظير أو لا. أنا جبت لك، أنا قلت لك شوف الآن الحين هل نرفع الراية هناك في إنجلترا نقول لك مانشستر سيتي الآن حقق الدوري لفترة طويلة؟ خلنا نتكلم عن شيء نقول لك يجب أن يوقف هذا النادي؟ لا يا أخي هذا حقه، هو اجتهد وعمل وسوى كل شيء. حقه. هل نجي نتكلم عن الدوري الإيطالي بعد يوفنتوس مسك الإنتر ميلان؟ أبو أحمد عشان معليش عشان ما تلف الموضوع علينا، إحنا نقول منحصل شيء يستاهله. صحيح. تمام. والله يوفقهم، يستاهلون، وألف مبروك. بالعكس يعني نرفع لهم القبعة، وحنا معجبين بكل ما يقدمونه. لكن هل هناك ما يمنع أن نوسع دائرة المنافسة؟ على سبيل المثال يعني أنا ودي حتى أتكلم بلغة الأرقام. تمام. صحيح. يعني في آخر ثمان سنوات الآن، وإحنا نتكلم عن بطولة الدوري، وأنت تعرف بطولة الدوري هي المحك الحقيقي لكل بطولات الهلال، كل بطولات العالم. في آخر ثمان سنوات عندك الآن الهلال حققها ست مرات، النصر مرة، الاتحاد مرة. عارف أنت الشباب متى آخر مرة حقق بطولة الدوري؟ 2012، قبل كم؟ 12 سنة. الشباب اللي أنت تقول مفروض إنه يكون أحد المنافسين. الاتحاد آخر مرة حققها. الاتحاد حققها الموسم اللي راح، لكن متى حققها قبله؟ الداخل معك 2009. هذا الشباب. الأهلي متى آخر مرة حقق البطولة؟ 2013. قبل كم؟ 11 سنة. هل هذه ظاهرة صحية؟ بس أنا أسأل سؤال. ظاهرة صحية. هل هي ظاهرة صحية؟ ظاهرة صحية. إن تكون محتكرة على فريق أو فريقين. سؤال لكم. طب وين البقية؟ مانشستر سيتي. الاتفاقين ما لهم حق إنهم ينافسون. الشباب ما لهم حق ينافسون. هذا سؤالي بس. أخذ بطولة الدوري، إلى الآن مستمر يأخذ الدوري. ليش؟ فريق إمكانيات المادية عالية، عنده قدرة على إنه يستقطب. عنده رئيس تنفيذي من أفضل رؤساء التنفيذي، أعتقد إنه جاء المملكة الآن، إنه قادر يستطلع أفضل اللاعبين.
أنا إذا كان في المنطق اللي قاعد يتكلمون فيه الناس وأشوف الميديا وأشوف كل الأركان الميديا قاعد يتكلمون فيه توسيع دائرة المنافسة، يا أخي توسيع دائرة المنافسة ينبع من داخلك أنت، من داخل النادي. إذا كان مثلا نادي الاتفاق يريد أن يكون بطل يشتغل على الشيء ذا. شوف التعاون يوم أراد أن يكون منافس وقوي سوى التعاون، التعاون حتى قبل الدعم هذا كان حاضر ويجيب قوة ويحقق وحصل الثالث في موسم، وكان لو كان عنده الإمكانيات المادية اللي يملكها الهلال كان سيطر على البطولات. ينبع من داخلك، إذا كنت تريد أن تكون بطل ما أعتقد أن البطولات أو توزيع البطولات أنه ينبع من الاتحادات أو أنه تعالوا يا جماعة خير خلونا نصير إيجابيين وصحيين وزعوا البطولات. ليش توزع البطولات؟ لا 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 فهمنا غلط ترى. لا لا أنتم اللي فهمتوا لي. لا لا أنتم اللي فهمتوا. إحنا ما نوزع بطولات. إحنا ما نوزع. أسوي مقاييس يا بندر. مش توزيع بطولات. أسوي مقاييس في فرق. بالقدوة في كرة القدم أنا جبت لك أقوى ثلاث دوريات. خلينا أجيب الدوري الأرجنتيني اللي صنف خامس وسادس في العالم. إحنا ما قلنا نقيس سير البطولات. صح ولا لا؟ ما قلنا نقيس سير البطولات. يصنف من الدوريات الأقوى في العالم. من اللي مسيطر عليه من سنين؟ احنا ما نقول توزيع بطولات. من اللي سيطر؟ ما نقول خيي انا بكمل لك عبد العزيز. من اللي سيطر؟ يسيطر عليه ريفر بليت وبوكا جونيور. ان دخل هذا شو اسمه نسيت اسمه. شوف لكن انا بقول لك هذه المقاييس انت تبي خليهم بعد. انا اتوقع التعاون لو اشتغل على بقاء اللاعبين والصرف انه الشيخ ينافس على الدوري لو ابقى لعيبته، لو أبقى الحركات الذكية زي حركة كادش هذه ذكية أنا أقولها له، لكنه يبقى على لاعبين على مستوى. شوف لما تتكلم الآن عن الموسم الحالي ها ترى التعاون كان ممكن أنه ممكن ينافس على البطولة. تتكلم عن الأهلي ترى الأهلي بوضعه الحالي كان ممكن أنه ينافس على البطولة. لما تتكلم عن الاتفاق والشباب، الاتفاق يمكن جو في الأخير، لكن صدقني لو كان عدد الأبطال لدينا أكبر مما هو حاصل الآن بتكون ظاهرة صحية. ليش ما تقول بشكل بتكون ظاهرة إيجابية؟ ليش ما تقول المنافسة خاصة؟ معليش أبو أحمد مو بالأبطال. الدعم الآن الدعم لا محدود لكل الأندية. أنت صحيح. تتكلم عن كل الأندية، أنا ما أتكلم عن هلال ونصر فقط، لا أنا أتكلم عن كل الأندية. يعني الدعم موجود، يعطيك العافية، معطيات تحقيق البطولات موجودة، الإمكانيات موجودة. طب وش يمنع فقط؟ وش يمنع بالنسبة للرياضة وكرة القدم؟ وش أكبر هدف؟ إيجاد حالة تنافسية عالية ترتقي بالرياضي السعودي والكرة السعودية. طيب. هذه موجودة. طيب. هل أيه. لكن ومن ضمن البنود ومن ضمن الأشياء هذه ما في شيء إنه إيش يتم إنه إيش إنه إعطائهم كلهم على أساس إنه يكون أبطال جدد وما أبطال جدد؟ لا يا أخي ما هي موجودة. أنت الآن تكلم عن رياضة، خلينا في كرة القدم. في كرة حتى في كرة السلة لما تقرأ الموضوع تجد إنه أنت فتحت باب لا تسكه. لا ما فتحت باب. لا تسك الباب. اصبر يا بندر. اللي نتكلم عنه الآن هذه مقاييس التنافس. هذه مقاييس التنافس الموجودة في كل مكان. أنت تبيها تعال ترك الهلال خدت السنة دي السنة الجاية ميبلك أو تدخل لي بطل ثاني في السوبر في الكاز في الأشياء الثانية. لا ما يصلح كذا. هذه ترى المشكلة هذه أنها الآن تراجع وكل يطالب فيها في الميديا. يا أخي أنت أنا معك إنه الأهلي مثل السنة هذه دعم الأهلي وطلع قوي. لكن أنا معك إنه يفترض. تدري إني أنا أشوف الأهلي السنة هذا يعني مؤهل إنه يحقق البطولة الدوري بطل. تدري ولا لا؟ صحيح. يعني على حسب اللاعبين الموجودين فيه والإمكانيات ومستويات اللي قدمها يمكن سوء حظ في بعض ال. وأنا أتوقع أن الأهلي قفز وتدري إن اللاعبين إنه تم دعمه بشكل أنا أعتقد. طيب. ومن وجهة نظري الأهلي أكبر من دعم في الموضوع. لا محلياً ولا لكن. تفضل. انا قصدي خلينا نسمع من الباقي في نفس الموضوع. لكن انت بنفس الموضوع احنا في نفس الموضوع. بس عشان انا بنروح مباراه الاهلي وابها صحيح. مشعل هل هناك ما يمنع تتسع دائره المنافسه؟ شوف ناذنت لي ابو نواف انه يمسك العصا من النص يعني ما بين حزب عبد العزيز وحزب استاذ مساعد. انا اعتقد انه فعلا دائما ما نطالب يعني توسيع نطاق المنافسه ولكن لا نتحدث عن توزيع الابطال يعني او يعني ان يكون هناك محاصصه في الابطال لانه هذا يعني سينتهك عدالة الكرة صحة التسمية. شوف أبو نواف مهم جدا أن نقول أنه من الخطأ أننا نضرب نماذج في أندية عالمية وفي دوريات عالمية. السبب بسيط أنه العمل في الدوريات العالمية والأندية العالمية هو نتاج عمل إدارات. اليوم إحنا نتكلم عن مرحلة مختلفة في رياضتنا. صحيح. الدولة اللي قاعدة تدعم وبالتالي اليوم حتى بمقاييس أخرى لا يمكن أن نقول أنه الأهلي للتو صاعد من يلو وبالتالي يغير جلد الفريق تماما من فريق صاعد إلى أنه فريق يحصل على الثالث وكان ممكن أنه ينافس. وبالتالي عندنا شوي يعني معطيات أو خلينا نقول المعايير شوي عندنا مختلفة. اللي إحنا نطالب فيه حقيقة أنه أندية ما دون أندية الصندوق
أن يعاد مثلا برمجة ودعمهم، لا أقول أن تصل لذات الدعم التي تحظى بأندية الصندوق، ولكن على أقل تقدير أن يكون هناك حالة من التحفيز الأكبر، حالة من الدعم المالي أكبر، أن يكون هناك دعم بناء على مركز الفريق. يعني نادي التعاون اليوم جاب كبير بينه وبين الاتحاد في الميزانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه في نهاية الموسم أني أصفق للاتحاد وأجعل الاتحاد يجدد جلد الفريق في الصيف، وبالتالي أقول للتعاون والله أنت محدود زي ما تفضل فيه الأستاذ علي أنه محدود برقم 87 مليون مثلا هذا الدعم اللي موجود. يعني أعتقد أنه لابد أن يعاد النظر في جدولة دعم بقية الأندية، يعني الأندية اللي خلينا نتحدث التعاون الفيصلي آسف التعاون الفيحة الفتح واليوم الشباب قدموا نماذج هذا الموسم في ظل والاتفاق بدون أدنى شك يعني لابد أنه حقيقة يعاد النظر في ذلك. يعني مع كل احترامي وابدأ من المركز الثاني النصر الأهلي الاتحاد، الدعم اللي موجود عندهم ترى مش منطقي أنت تقول والله نافسنا. يعني أنت اليوم يا النصر جاك ضخ مالي والأهلي جاك ضخ مالي، كان مفترض أنك تحقق دوري. يعني ليس منجز لا للنصر ولا للأهلي أنك تقول والله أنا متواجد ضمن تراتبية الثلاثة الأوائل أو أني والله ضمنت خانة آسيوية. لا في النهاية اليوم البطل الوحيد في الموسم إلى الآن هو الهلال. وحتى النصر لو حقق كأس الملك حجم ما صرف على النصر كان الطموح أكبر من ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه نبحث عن توسيع نطاق المنافسة لا توزيع الأفضل. عليك الله كلام جميل. عبد الله كلثم مش تقول في هذا الموضوع؟ نسمع رأيك. أنا يمكن شوي أروح لمنحنى ثانية. اليوم أنا من اللي قاعد يكسبني في الدوري ماديا بدون شك الأندية الجماهيرية هي اللي قاعدة تكسبني بشكل كبير جدا، لذلك من المنطقي أنها تأخذ دعم أكبر. اليوم الاتفاق أحد أهم الأندية التي دعمت بشكل ممتاز جدا، أفضل من الفيحة، أفضل من التعاون، أفضل من الفتح، وأفضل من الشباب، صح ولا لا؟ هذه ما فيها واحد اثنين. أين الاتفاق؟ إيش قدم؟ إيش سوى؟ نجي لما نجي نتكلم عن التعامل الإداري لمسائل الدعم، وهذا ترى جزئية مهمة. اليوم الدولة تقول لك أنا راح أضخ، لكن في النهاية أنتم اللي تسيرون الأندية، صح ولا لا؟ صحيح. العمل الإداري بناء عليه يحق لك تأخذ ولا ما تأخذ. لكن لما أجي أقول فشل الاتحاد السنة هذه مو معناته أني أنا ما قاعد أستفيد من الاتحاد، الدوري كله يستفيد من جماهيرية الاتحاد بشكل كبير، ما في شك، سواء على مستوى الدخل، سواء على مستوى المتابعة، سواء على مستوى قيمة النادي اللي موجود. لكن خلنا نجي اليوم زي ما لما انتهى مشعل وقال النصر والأهلي الأفضل إداريا أخذ الدوري. صحيح. الأفضل يعني. إداريا أخذ الدوري. هذه ما فيها كيف تعامل. هم النصر أخذ دعم كبير، الأهلي أخذ دعم كبير، الاتحاد أخذ دعم، اتفاق أخذ دعم كبير، هذه أفضل الخمس أندية اللي أخذ الدعم بالنسبة لكبير. لكن اللي عنده عمل تراكمي ممتاز من سنوات لا زال يواصل، إحنا ليش نقول شيلوه؟ لا زال يواصل عمله المميز. الاتفاق في سنوات كثير طويلة يمكن عبد العزيز لا يزعل مني لكنه دخل في صراعات إدارية بحتة، كنا نشوف حزب أحمد الدوسري وحزب هلال الطويرقي، وشفنا التصاريح ضد بعض وشفنا الأصوات اللي ضد بعض. من الطبيعي جدا أنه يحتاج إلى سنوات حتى يخرج من هذه التراتبات كلها. النصر نفس الكلام، الاتحاد نفس الكلام، الأهلي نفس الكلام. لذلك أنا دائما أرى أنه اليوم إحنا نعيش حقبة بلا شك ممتازة، لكن بدون شك يجب أن يكون العمل الإداري الأفضل هو اللي أكيد أنه بيطلع ناديه. التعاون اليوم نثني عليه بشكل غير طبيعي لأنه العمل الإداري اللي موجود داخل النادي ممتاز جدا. ليش ما رحنا نتكلم عن الرائد؟ ليش ما تكلمنا عن الأندية اللي عندها ضعف إداري بشكل كبير؟ الرياض ومشاكل الرياض، لكن أشوف أنه في عدل كبير جدا في مسائل الدعم، لكن النجاح للي عمل بشكل ممتاز. طيب خلونا نروح إلى فاصل أخير مشاهدينا، وبعد الفاصل نفتح ملف مباراة الأهلي وأبها. الأهلي دك مرمى أبها بخماسية مقابل هدف وحيد، بنشوف الأهداف بعد الفاصل.
سنظل نحمل في الذاكرة أمجادنا أينما سرنا، ونتحسسها بأيدينا كلما احترنا أو تاهت بنا الخطى، لتظل دائما أمام أعيننا. الاهتمام السعودي بالرياضات الإلكترونية، سرعة وفاعلية في الاستعدادات لأولمبياد باريس. أنا كيسن هوفر والمجد الأولمبي، قصص مشوقة، مقابلات خاصة، ولحظات لا تنسى. الطريق إلى العظمة يبدأ من هنا. الطريق إلى باريس الأحد 10:30 مساء على قنوات الرياضية. حياكم الله متابعينا في الجزء الأخير من الديوانية. الأهلي انتصر على أبها بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد. نتابع. لكن ما زالت الله 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 الله، العازف يظهر، العازف يسجل. سيطرة الأهلي، استحواذه، تحكمه كان واضحا في شوط المباراة الأول. بدأوا الشوط بهدف وينهون الشوط بهدف إنه النادي الأهلي لا يمكن أن يفرط في المركز الثالث. اسمحان الله على الوقفة، على التمريرة، فيرمينيو، الكرة، الله 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 الله، إننا لا نفتقد ماكسي أبدا. المحاولة بتصل والكرة العرضية، والكرة وصلت إلى رياض، الله على التمريرة، الكرة والتصويب، الله أخرى. الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة العالية والاستلام، ما زال هناك خامس، الله الله. خلنا نشوف بدي على الأقل تصدي تصدي ولا شيء، تصويبة قوية، نبارك لكافة الأهلاويين هذا الفوز المهم والعريض أمام أبها بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد. بعد هذا الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 55 في مركز الثالث، أو 61 في مركز الثالث، ويضمن رسميا المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جانب الهلال والنصر، وهو الأمانة نتيجة وتتويج مستحق. وهذا اللي كنت أنا أذكره قبل شوي لأستاذنا مساعد عصيمي لما قلت أني أنا أجد في الأهلي ملامح البطل مهما حصل أو مرت عليه ظروف صعبة الموسم الماضي أو تواجد في دوري يلو. عاد ولكنه عاد عودة الكبار للأمانة صراحة، يعني تتكلم عن الأهلي، عاد عودة كبير إلى مكانه الطبيعي، والآن نشاهد يعني تواجده في مركز الثالث في ظل الظروف القاهرة جدا التي مرت بالفريق وعصفت بالكيان الموسم الماضي، لكن عاد بشكل سريع، وهذه عودة الكبار. علي القطان، نبارك له. طبعا الأهلي فريق كبير، ولما رجع وبدأ حتى بداية الدوري كانت بداية قوية. الأهلي من أندية اللي دعمت بشكل كبير واستقل هذا الدعم. الأهلي تقريبا 6 لاعبين دعم من الأجانب، وأيضا تقريبا غير جلدي من الدرجة الأولى إلى المحترفين بشكل كامل. أيضا على مستوى اللاعبين المحليين تم جلب لاعبين على مستوى عالي. الأهلي بداية كانت قوية أيضا في الدوري. فأعتقد المركز الثالث يعني استحق الأهلي لأنه قدم موسم صراحة رائع. صحيح خسر عدد من المباريات نعتبر نظريا سهلة، لكن الفريق قدم أداء كبير. اليوم العودة من الدرجة الأولى أو الصعود من الدرجة الأولى إلى
التقدم في ثالث ترتيب والمشاركة في النخبة الأسيوية أيضا المشاركة في السوبر راح يشارك الأهلي في السوبر، فأعتقد الأهلي يستحق الإشادة والتقدير. كثير من الأمور حول الأهلي دارت أن الفريق ممكن يعاني يبدأ يبني من جديد، لا الأهلي ما شاء الله صعد وهو بني نفسه وهو قادر على أن يعود كما كان كبير. اليوم الأهلي أيضا بنواف افضل فريق جماهيري، اكثر عدود اكثر حضور جماهيري للاهلي هالسنه، سجل ارقام خياليه وهذه حتى في الجوله الحاليه صحيح اعلى معدل حضور جماهيري في الجوله 32 صحيح مباراه اليوم الاهلي وابها 22000 متفرج، فهذه يشير ان الجمهور الاهلي صراحه كان هو القائد لهذا التالق. الاهلي قدم صراحه موسم كبير مثل ما ذكرت بنواف، ايضا نقطه ان الاهلي هو اللي يهدد الاهلي او يهدد الهلال والنصر في البطوله الموسم القادم، فاعتقد فريق الاهلي جالس يقدم اداء كبير. اشيد بالاهلي، اشيد بما قدم الاهلي بكل المره الماضيه، ذكرنا كثير من سلبيات الاهلي، لكن اليوم نقول الاهلي هالفريق اللي يستاهل. رجع بقوه ويستاهل، يستاهل الاشاده، وايضا الجمهور يستاهل الاشاده لان تفوق على الحضور الجماهير على الجميع صحيح. اثبت ان الجمهور الاهلي الجمهور وفاء، وهذا طبعا في المقابل فريق أبها صراحة أكثر من علامة استفهام. فريق أبها أعتقد في طريق الهبوط، يمكن أكثر فريق استقبل أيضا أهداف، وهذه رسالة إدارة أبها إذا بقى الفريق هذا السنة لازم يسوون أشياء كثيرة. دكتور أحمد الحريثي مريت بكثير من التجارب، لكن للأسف أعتقد ما في استفادة. يمكن الأبها الثالث رابع موسم ينافس على الهبوط، فأعتقد من المهم جدا أن أبها إذا في حال بقاء مع النشك كثير لازم يعدل كثير من الامور عشان على الاقل يحظوا مثل ما فريق ضمك جالس يقدم مستوى كبير وجالس ينافس مراكز متقدمه. في المقابل فريق أبها للاسف يعني جالس يعطي صوره سلبيه ان الفريق قادر انه يعني يستحق في دور المحترف. نعم، أبها الان قبل الاخير ب 29 نقطه 32 مباراه. شوف عدد الاهداف عليه ايضا بنواف، عدد الاهداف الأبها اكثر 84 يعني استقبل شباك 84 استقبل في دور المحترفين اهداف، يعني فيدل معدل كبير، رقم كبير، رقم جدا كبير. اربع في المقابل سجل 35. عبد العزيز، اليوم أبها والاهلي النتيجه يعني اعطتنا انطباع عن الفوارق الفنيه الكبيره بين الاهلي وأبها في مباراه اليوم، وبالتالي يعني فاز الاهلي 5. حقيقة خلينا نتكلم في الأهلي أول شيء بندر، أن الأهلي جالس يقدم نفسه خاصة آخر أربع مباريات حقيقة مستوى رائع جدا. أي. وارجع لكلامك على الحضور الجماهيري، صراحة لما تكون في جولة فيها النصر والهلال كديربي ويكون عدد حضور جماهير الأهلي يفوق الديربي، أعتقد هذا عمل كبير جدا. صحيح. الأهلي في آخر أربع مباريات مع الهلال وضمك وال ذكرني فيها بندر، لعب آخر أربع مباريات الشباب. اعتقد كان قدم مستويات جدا مع الشباب ايضا واليوم مع أبها، ونشوف جالس يقدم كوره صراحه جميله جدا، نشوف تنوع صراحه في اساليب اللعب في مباراه واحده، يعني تشوف لعب مباشر وتشوف استحواذ وتشوف لعب على الاطراف. اعتقد جالس يقدم نفسه بشكل كبير الاهلي. اما بأبها انا اعتقد أبها اخر اربع مباريات عبد العزيز خساره واحده، خسر من الرياض 2-1 وخسر من فاز على ضمك 4-1 نعم، وخسر من الاهلي 2-1 من الهلال وفاز على الشباب 2-1 نعم، بس جالس يقدم صراحه نفسه بصوره جيده يعني، واليوم فوز على أبها جالس يقدم نفسه بشكل كبير. أبها اعتقد ان أبها انا اشوف انه رغم النتائج الكبيره اللي جالس يحصل عليها، لكن انا اشوف ان فرصه بقائه كبيره جدا، خاصه اذا عرفنا ان عنده مباراه مع الخليج والحزم، حصوله على 6 نقاط اعتقد انه راح تبقيه في دوري روشن. أي وفي متناول اليد يعني انا اشوف صراحه ممكن. يعني اذا ما جاب هذه المباراتين يعني مش صعبه او مستحيل انه ما يفوز. انا اشوف اذا ما جاب هذه المباراتين خاصه انها بتكون للخليج والحزم هي تحصيل حاصل يعني اعتقد الرغبه حتكون عندهم بشكل اكبر، فاعتقد ان بقاء أبها حيكون باذن الله موجودين السنه القادمه في دوري روشن. نعم، طيب نشوف جدول الترتيب، تكلم عن مباراه ابو معتز. أي. طيب تفضل. شوف الاهلي اليوم ما يميز الاهلي السيطره من بدايه المباراه. خلال 7 دقائق سجل الهدف الاول. اي اللي يميز ايضا الاهلي الرتم السريع اللي قاعد يقدمه في الشوط الاول، المثلثات اللي كانت بين لاعبي الوسط، تداخل اللاعبين فيما بينهم اثناء العمق في دفاع الاهلي، هذا اللي سبب ربكه بالنسبه لدفاع الاهلي. اضف الى ذلك الجهه اليسرى، يعني النابت يمتلك امكانيات مره عاليه
من المهارة، الذكاء، الشجاعة، ولكن مشكلته أنه يلعب في مركز اللي فيه ماكسيمان. الإصابة اللي لحقت ماكسيمان أعطته فرصة للنابل، اليوم قدم نفسه بشكل جيد، يدل على أن هذا اللاعب متى ما استمر في المباريات كلما زاد بارتفاع في مستوى. الشيء المميز أيضا في الأهلي اليوم التبادل فيما بين زياد الجهني وأيضا فيرمينو. فيرمينو اليوم كان يلعب بحر، تلاقيه يلعب خلف فراس، ولكن قاعد يؤدي أدوار حتى ولا ممكن يسجل في كذا كرة ممكن يسجلها. طبعا الحظ ما كان ساعده، ولكن تحركاته كانت إيجابية. العنصر الفعال أيضا في الجهة اليسرى اللي فيها بلعبيد، بلعبيد اليوم كان لاعب جناح تجد حتى داخل 18. نعم، الجهة اليمنى أنا أشوفها طبعا هي اللي أقل بالرغم من وجود رياض، لأن رياض يحتاج إلى لاعب أيضا لاعب يلعب بالقدم اليمنى، لأنه ولاعب أيضا يجيد النزعات الهجومية وفي تغيير الأوفرلاب أو حتى التبادل في المراكز اللي لعب فيه اللي هو إيبانيز. إيبانيز يلعب سنتر أساسا، ولكن لا يخدم النزعة الهجومية اللي ممكن يلعب فيها على الأطراف، فهذه هي اللي حدت أيضا أنه ما يكون هناك في جهتين بنفس القوة، ولكن ذكرت القوة ممكن في الجهة اليسرى أكثر. الأهلي فاز اليوم بالعمل الفني اللي قدمه ماتياس، بالإضافة إلى الإمكانيات اللاعبين الأجانب اللي كانت عنصر فعال في كيفية السيطرة الميدانية كانت في وسط الميدان. طيب، في عندنا ردة فعل بعد نهاية مباراة الهلال وأبها، في عندنا الأهلي وأبها، عندنا لقاءين، لقاء مع مدرب أبها الكابتن موسيماني، وأيضا عندنا لقاء مع الكابتن رياض محرز. نتابع. I'm proud. أنا فخور. When I see the team full like this. When I see Firmino, I see Mahrez. Firmino ومحرز. I'm proud with my little bit of contribution. تمام؟ اللي سويته. That's the little bit I can. Okay. And I'm happy. And I'm happy when I see them back. I'm happy when they see I see them singing. Because I know when I come. بعرف لما جيت أنا هنا. When I was here. لما كنت هنا. I know where it was. بعرف كيف كانت الوضعية. So I know where I left it. يعني وبعرف كيف خليت. That's my small contribution. يعني سويت شيء في النادي ورجعت. They are big team and they gave me. مرة كويس. They gave me. They gave me a chance to come. بعطوني فرصة لأني أجي هنا. To Saudi. And I paid them back for giving me the chance. يعني وأنا زي ما هم عطوني فرصة لأني أجي للسعودية أنا كمان. تمام. I would not be in Abha if Alakhli did not bring me. يعني لو ما كنت اذا ما كنت يعني اوصل هذا الاهلي ما جابني هو السعودي هو اللي كان بالسعودي ما عندي ولا شيء ضد الاهلي. Good luck to them. I want to see them winning the dawra. عايز اشوفهم يوم عايز اشوفهم يعني ياخذون الدوري. استلم حقهم الاهلي financially. You get all your money from اهلي. Listen my friend. Thanks man. So maybe to you money is more important than history. ممكن بالنسبه لك انت الفلوس يعني اهم من التاريخ. For me it's important. اهم شيء the legacy and the history. يعني تاريخ النادي that you cannot remove. يعني ما تقدر تغير. That Alakhli is back in Russian league. Come on, with money or no money it makes no difference. We continue making like you can train for free. Come again, you can work for free. I can work for free? Yeah. No, Alakhli pays me some of the money. يعني أهلي يعني دفع لي بعض. And I have no problem. ما عندي مشكلة. You know why? تعرف ليش? They gave me the chance to be in Saudi. عشان هم عطوني الفرصة. I would not be here if Alakhli didn't give me the chance. ما كنت أوصل لنا فيه. That's more important. That's more important to me. For you, money is more important. أنا no. Okay. I think he was good. I think we are the place that we deserve. Third. I don't think this season we were, how can I say, good enough to challenge the team, both the two teams in front of us. But I think we did good to maintain this third position. It was not easy. And next season, inshallah, it will be a bit different. Riyad, I want to ask you some news before match the Riyad, with the Riyad. Some news is you have some problem with the coach. طبعا هذا حديث المدرب موسيماني مدرب نادي أبها
والمدرب السابق للنادي الأهلي واللي تكلم وأشاد كثيرا في اللقاء بعد نهاية المباراة بالأهلي. بعض المقتطفات اللي نتوقف عندها من حديث الكابتن موسيماني عن هذه المباراة، قال أن المهم هو البقاء في الدوري، ما زال لدينا فرصة لفعل ذلك، واجهنا اليوم فريق قوي ولا يمكن أن نقارن أنفسنا بالأهلي، النادي الأهلي يستطيع تحقيق بطولة الدوري. وقال أيضا أن الأهلي فريق كبير ويمكنه تحقيق الدوري، ولا نستطيع مقارنة أنفسنا بالأهلي، وهو من عرف الناس بموسيماني، ولا أريد الحديث عن الأمور المالية، فخور بعملي معهم، سعيد لما وصل إليه الأهلي بعد الموسم الماضي الصعب، وسعيد لرؤية جماهيره سعداء. طبعا أيضا قال أن كرر كلامه بأن لو كانوا يريدون التسجيل أكثر كان بإمكانهم فعل ذلك. تكلم عن الأهلي أنه كان بإمكانه يسجل في مرمى فريقه أبها اللي هو يدربه الآن موسيماني، يقول كان بإمكانه أن يسجل أكثر من 5 أهداف. أنا ما أدري سلبي. هل هو الآن يشيد بالأهلي أو ينتقد بفريقه؟ يعني هو الأهلي فريق كبير ويستحق الثناء ويستحق الإشادة، وحنا تكلمنا عنه يعني مرارا وتكرارا، لكن بهذا الكلام ما أدري. أنا أشوفه سلبي جدا، أنا أشوفه كلام غريب. هذا يعني رأي غير جيد، ما هو رأي سلبي جدا. يعني تخيل مدرب يطلع يقول لو كانوا يريدون أن يسجلوا أهداف أكثر لسجلوا. يعني مع الاحترام والتقدير، هو بس جاي يبي يتكلم بس بيمدح، ولا هو بعرف طريقة المدح وين توصل له. هذا شيء مؤثر حتى على اللاعبين ومؤثر حتى على المنافسة. وشنو الأهلي كان لاعب مباراة كبيرة والفرص اللي تحت لسجلها، يعني لو كانت في فرص أكثر بيسجل. يعني مع الاحترام والتقدير، يعني مدرب في مدربين والله ما ودك يتكلم مثل هذا ويذكر الناس، بس هو عاش معهم ذكريات. يمكن تشوف هذه من حقك، كان مدرب الأهلي الموسم الماضي يا بندر، من حقك تتغنى بالذكريات، من حقك انك تشيد وتفخر بالأهلي. الولاء ترى جزء من الإنسان، يعني انت عشت معهم ما فيها شيء. ما عجب كلامك لا، بس الجزئية انه كانوا يستطيعون يسجلوا اكثر لكنهم لم يفعلوا. يعني مع احترامي هذا رأي سلبي. نعم والله يصبرها نادي أبها عليه. نعم. طيب مشعل شو تقول؟ شوف أبو نواف، المباراة هذه شهدت أغرب فرصة ضاعت، وبالتالي أيضا شهدت أغرب تصريح. يعني تصريح لم يكن موفق إطلاقا. شوف ممكن إشادته بالأهلي إحنا ما ندري سياق السؤال اللي سؤال فيه، يعني قد يكون سؤال المذيع عن الأهلي، ولكن إنه الأهلي كان بإمكانه إنه يسجل أكثر، معناته هذا سوء فيك كمدرب. يعني هذا كأنك تنتقد ذاتك في هذا الإطار. أنا أعتقد النقطة اللي يبغى يوصل لها هو إنه أنا اللي صعدت بالأهلي لدوري روشن، وكأنه يريد يعني نسب جزء من هالأضواء اللي موجودة حول الأهلي، لأنه هو جزء من هذا التميز اللي موجود. ولكن بدون أدنى شك تصريح يعني خلينا نقول ينافس غرابة الفرصة اللي كانت ضايعة في المباراة. بس المستوى أو الفريق الحالي بالنسبة للأهلي هل هو يحسب له؟ ما يحسب له، ما علاقة أصلاً بالمصاعد. الفريق تغير بشكل كامل، صح ولا لا؟ يعني خلينا نقول انه يعني ما ننسى ما عمل مع الاهلي في الموسم الماضي. اوكي انت عملت من مجموعه وطلعت بالنادي الاهلي لدوري روشن، ولكن العمل الموجود الان مختلف تماما عما كان عليه السنه الماضيه. نعم. حتى في التصريح لما تتكلم لازم انا اعطي لاعبيني الامكانيات اللي انا يعني احاول اني انا اتمسك باللاعبين واعطيهم الثقه الزايده، واعطيهم ايضا الحافز المعنوي حتى انا اكسب ايضا المردود اللي انا باقي لعب مباراتين لازم انا احسس ان انا متواجد معاهم. نعم. الاهلي مختلف تكتيكيا وفنيا عن الموسم الماضي، احنا قاعدين نشيد بالاهلي لما عمله في خلال الموسم هذا، كونها جاي من دوري روشن بأوضاع مختلفة، بلاعبين مختلفين، بجهاز فني مختلف، حتى وإن كانت تنقصها نوع الخبرة نوعا ما، ولكن العمل الفني اللي قاعد نشوفه الأهلي عمل مميز. نعم. ناهيك عن ما تكلمنا عن الجمهور اللي أعطى أيضا حلاوة لدوري روشن خلال الموسم. جميل. طيب بسمع رأيك عبد العزيز وكابتن عبد الله، بس خلونا نشوف أول شيء ترتيب الدوري قبل نهاية الدوري بجولتين. نشاهد الترتيب حتى الجولة 32، الهلال بطل الدوري 90 نقطة في الصدارة، يليه النصر ب 78، الأهلي 61، التعاون 55، الاتحاد في المركز الخامس 51، الاتفاق في المركز السادس 45،
يأتي بعده الفيحاء 43، الفتح 42، الشباب 41، ضمك في المركز العاشر 40، الخليج 37، الرائد 35، الوحدة أيضا يشارك الرائد في نفس الرصيد 35 في المركز 13، في المرتبة الرابعة عشر الرياض 31 بنفس الرصيد أيضا معه يتشارك مع الطائي في المركز 15، الأخدود 16 29 نقطة، أبها قبل الأخير 29، الحزم 21 نقطة. عندنا الآن الهلال، النصر، الأهلي إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل. عبد الله الكلثم، كيف تعلق على شكل ترتيب الدوري، وإذا كان بتضيف شيء على حديث الكابتن موسيماني قبل شوي؟ يعني موسيماني يمكن ما راح أقول أكثر من اللي قاله مشعل، هو يعني لعله منتشي بأنه الأهلي فاز عليه وأنا اللي صعدت الفريق ورجعته من دوري يلو. أنا أشوف أنه تصريح غريب، نعم، وانهزامي، وقد يوقع في مشاكل كبيرة جدا في المباراة القادمة، خصوصا أنه اللاعبين يعني اللي فيهم مكفيهم، هم قاعدين يعيشون ضغط كبير جدا، فمثل هذه التصاريح أعتقد أنها ما توفق فيها بشكل كبير. على مستوى الدوري أنا أعتقد أنه الرتم في الدوري كان ممتاز جدا، التنافسية كانت عالية. لازلت أكرر بأن الفريق الأفضل إداريا هو الذي حصل على، نعم، الدوري، الفريق الذي تعامل مع الدعم مع نجومه بشكل ممتاز، نعم، هو الذي استحق الدوري، وعلى قولتهم من فاز بشيء من الله يستحقه. اي صحيح، ما حصل شيء يستاهل ما في شك. عبد العزيز الدوسري، والله تصريح موسيماني، اول شيء احنا خلينا نقول للاهلي لاعبين وجماهير يستحقون هذا الثناء من المدرب، ولكن انا اشوف انه تصريح سلبي حقيقه على ابها، المفروض انه يكون اكثر حماسي للاعبين، ولازم عنده مباراتين فقط ممكن تبغيه، ولكن انا استغرب صراحه، انا اسميه التصريح السلبي هذا الموسم. نعم، ترتيب الدوري عبد العزيز؟ ترتيب والله شوف احنا نرجع الان نقول يعني لو احنا نتكلم عن الشكل قبل النهائي، باقي جولتين صح ولا لا؟ هذا يرجعنا لسؤالك اللي استفزيت فيه ابو احمد، يعني حقيقه ايه؟ انه فعلا لو تشوف انت من السادس او من الخامس او التاسع، ايه؟ فارق، ايه؟ نقطي كبير يعني. نعم، نتمنى إن شاء الله بإذن الله يحظون هذه الفرق بدعم كبير إن شاء الله بإذن الله، ونشوف تنافس أكبر إن شاء الله في الموسم القادم. بيحظون بدعم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. لكن إحنا لما نتكلم عن النقطة ذي نتمنى لهم الدعم، لكن إنك أنت ما تجي في التنافس وما التنافس إنك تدعم بالمنافسة أو تطالب أو تضع أفضليات لكي يكون أبطال جدد، لا. هذا اللي احنا نتكلم عن، نعم، نتكلم احنا عن ايش الدعم. يجب ان تدعم الأندية مثل ما دعم الهلال والنصر وكيت، يجب ان يدعم الاتفاق والشباب وذول، يجب ان يكون. لكن اعقب على كلام عبد الله، لكن عطهم وخلهم يشتغلون، خلي الشغل يبان منهم. نعم صحيح، خلاص انت الان الكره في مرماك، اشتغل. نعم، عبد الله يقول الفريق اللي عمل الاداري افضل هو اللي فاز، هذا اللي احنا نبيه، تشتغل الانديه تنتج. شوف الان الاهلي وش معاناه، الاهلي كان ممكن ينافس لو كان عنده لاعب محلي جيد، لو كانت اداره واعيه للامر هذا وعززت الفريق بلاعبين محليين في خط الدفاع والاظهره والاشياء، كان نافس. هذا اللي احنا نتكلم عنه، خلي الاخرين يشتغلون. نعم، شوف ابو نواف بشكل سريع، ابو معتز طيب بشكل سريع، انت سرعتني ترى بنسى الكلام اللي بقول. لا تفضل، بس ما عندنا وقت ابو معتز. لا اوكي، بالنسبه لترتيب الفرق اعتقد انه شيء منطقي، من كان الاجمل خلال هذا الموسم هم من كانوا في الاربعه في المقدمه، نتكلم عن الهلال، النصر، الاهلي، التعاون، يعني هم اشوف اللي هم الاجمل في هذا الموسم. نعم، لما اعطونا من اشياء فنيه داخل الملعب، وايضا الكواليتي الموجود في هؤلاء الاربعه الانديه هم من يعني اعطونا الصبغه الحقيقيه في نوعيه اللاعبين. نعم، ولا انسى الاتفاق في الدور الثاني، يعني بعد ما انضم اليهم فلافيو ميدران، صار له شخصية في الملعب، صار في شيء فني يعطينا دلالة على أن الاتفاق لازال
متواجد في الساحة. فهذا أنا أشوف المراتب الأولى هم الأندية نعم. يستحقون يكون نعم. في المقدمة. وهذا شكل الدوري الآن، يعني إحنا نتكلم عن الشكل تقريبا يعني قبل النهائي، باقي جولتين وبتتضح كل الملامح وبيصير الشكل النهائي. لكن إحنا نتكلم عن منافسة هذا الموسم، منافسة قوية جدا، منافسة الأمانة مثيرة محتدمة يعني بين الجميع، وأن كل الأندية حصلت على الدعم المناسب لها، واللي يعني حاولت قدر الإمكان أنها تقدم فريقها بشكل أفضل. اليوم نتكلم عن دعم تاريخي غير مسبوق للرياضة السعودية من قيادتنا الرشيدة الله يعزها للقطاع الرياضي على مختلف الألعاب، ليس فقط على مختلف لعبة كرة القدم، نتكلم عن كافة الألعاب. ومن الطبيعي جدا أن نطالب بالمزيد والمزيد من المستويات الفنية العالية، وهذا قد يقودنا إلى أمر آخر، وهو توسيع رقعة المنافسة من جديد. يعني إحنا نتكلم عن تعدد المتنافسين على كل البطولات، هذا أمر طبيعي وأمر صحي وحق مشروع للجميع، بصرف النظر عن من يحقق هذه البطولات أو تذهب إلى أي اتجاه. إحنا نتكلم عن منتج رياضي، يهمنا رياضة وطن، يهمنا الجميع يكون في مستوى المسؤولية ومستوى الالتزام ومستوى المنافسة. بطولة أمم يورو 2024 فيها 15 لاعب محترف في الدوري السعودي، لأول مرة تحدث في تاريخ كرة القدم السعودية. تتكلم عن 4 لاعبين من النصر، تتكلم عن 3 لاعبين من الهلال، تتكلم عن لاعبين من الأخدود، لاعبين من الاتفاق، لاعبين لاعب من الاتحاد، لاعب من الأهلي، لاعب من الشباب. هذا أمر يدعو للفخر برياضتنا وبالدوري السعودي، وبالتالي احنا نطالب بالمزيد والمزيد إن شاء الله. كل التوفيق لكل القائمين على رياضتنا، وأن نشاهد هذا المنتج الرياضي ينافس دوريات العالم. أخيرا قبل ما نختم بس حلقتنا اليوم، احتضنت العاصمة الرياض النزالات التاريخية، منها يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون والأوكراني ألكسندر أوسيك في مواجهة تاريخية توصف بأنها معركة جيل في المملكة أرينا بالرياض، وفي أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاما، وهي منافسة ونزال تاريخي يحظى بمتابعة كبيرة، متابعة عالمية على كافة وسائل الإعلام العالمية، وشهدت الأمانة تغطية واسعة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تأتي في إطار أيضا الرياضات العالمية التي تحتضنها بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية بدعم كبير ولا محدود من قيادتنا الرشيدة. كل التوفيق لكل القائمين على هذه المسابقات، وإن شاء الله في انتظار المزيد والمزيد من البطولات في الفترة القادمة والمواسم القادمة. وصلنا نهاية حلقتنا، كل الشكر لضيوفي، الله يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لكم أبو معتز، مساعد عصيمي، علي قطان، مشعل وعيل، عبد الله كلثم، وكابتن عبد العزيز الدوسري. غدا إن شاء الله تجدد الموعد، تقبل كل التحايا من زملائي في فريق العمل، رئيس تحرير الديوانية عبد العزيز الناجي، ومخرجنا نايف الشليل، وكل زملائي في فريق العمل. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.